أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تأتي مع نقول بلى، بلى إنه قادر. لا يقال على السؤال المنفي لا يجاب عنه بنعم أو لا، وإنما الإجابة بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى، نعم يا رب أنت قادر. تأتي بعدها سورة الإنسان، سورة مدنية، تبين مهمة هذا الإنسان في هذا الكون. ما هو عمل الإنسان في هذا الكون؟ ماذا يقدم الإنسان في هذا الكون؟ العمل الإنساني الذي يطلع رب العباد عليه. من آلاف السنين كان الفراعين بعد أن ادعوا أن أبا الهول يسأل الناس سؤالا لغز، فمن لا يجيب السؤال يقتل. كان سؤال المزعوم لأبي الهول: ما هو الحيوان الذي يمشي في أول النهار على أربع، وفي وسط النهار يعني في الظهيرة على اثنتين، وفي آخر الغروب أو بالليل يمشي على ثلاث؟ فكان الناس في البداية يحتارون في إجابة هذا اللغز الذي يقصد به سواء أبو الهول أو الذين وضعوا السؤال أنه الإنسان يمشي في أول عمره على أربع، يحبو على يديه ورجليه، فإذا كبر وصار عنده عامين وثلاثة استطاع أن يمشي على قدمين أو رجلين اثنتين، فإذا عبر به العمر وشاب شعره واحدودب ظهره يستعين مع الاثنتين او الرجلين الاثنين بعكاز فيصبح سائرا على ثلاث. ما اشبه هذا الانسان بمخلوقات اخر؟ ولان الجو شديد الحرارة لا اريد ان اخذ وقت الخطبة الا في رموز عناوين اكملها بعد الصلاة ان شاء الله. قارن بين بعض الحيوانات والطيور وكثير من البشر، الذي هذا الصنف من المخلوقات الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم، هل ارتقى كثير من البشر لسلوك بعض الحيوانات؟ الأسد مثلا لا يأكل فريسة غيره، إذا اصطاد أسد آخر أو أي حيوان آخر فريسة والأسد يكاد يهلك جوعا لا يهجم على فريسة الآخر ليأكلها، لأنه يرى أنها من حق المفترس لا من حق الغاصب. في البشر ألسنا نختلس أو نغتصب حقوق الآخرين وأموال الآخرين وأرض الآخرين، وقد يكون نزهق أنفس الآخرين؟ إذن البشر كثير منهم إلا من رحم ربي لا يرتقي إلى هذا المستوى السامق. حتى الأسد إذا جاء إلى بئر ورأى أن كلبا قد ولغ في هذا البئر لا يشرب منه، وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. يستخذر الأسد أن كلبا لعق في هذا البئر سبحان الله وشرب منه، فيمتنع ملك الغابة صاحب السلوك العجيب من أن يشرب من بئر أو من ماء شرب منه الكلب. ونحن فينا من البشر من ينتظر تعطف الآخرين عليه، هذا نوع من الحيوانات. إذا ذهبت إلى أنظف مجتمع وأكثر المجتمع عملا، مجتمع النحل، إذا رأوا شغالة بطالة يعني لا تعمل وتتكاسل أن تخرج في الصباح لأن تحضر رحيق الأزهار، ماذا تصنع الخلية بها؟ يقتلونها ويمزقونها إربا ويخرجونها أجزاءها وأشلاءها خارج الخلية، خشية أن تعدي بكسلها بقية أفراد سكان الخلية في العمل. لو كنا نحن خلايا نحل، لا أقول كم نقتل
كم يعيش منا؟ الكسل. إذا رأوا نحلة غافلت حراسة الخلية ودخلت بقاذورات على أرجلها لا تقوم بقية الحراسات بتنظيف النحلة القذرة، إنما يقطعونها إربا. لا مكان للقذارة في هذا المكان، هذا مكان طاهر. وإن أصبحت الملكة ظالمة في خليط النحل، وأنتم علماء كبار، علماء الحشرات وعلماء الدواجن وعلماء الطيور وعلماء الطب البيطري يفهمون مني أكثر مني في هذا الشأن، إذا ظلمت الملكة أفراد رعيتها بشيء أو أكلت أكثر مما تستحق من طبيعة الأكل الذي تأكله، قامت الخلية كلها بقتل الملكة والإتيان بملكة أخرى. هذا مجتمع النحل. اذهب إلى مجتمع الذئاب. الذئاب أهبان، راعي مدني يعني من المدينة، يعني يرعى غنمه على أطراف المدينة المنورة في بداية عصر الهجرة. خطف ذئب نعجة من قطيع أهبان، أهبان اليهودي هذا، الذئب خطف نعجة. اليهودي عنده نعجته أهم من حياته. جرى وراء الذئب، صعد الذئب إلى تلة، صعد الأعرابي خلفه يا قاتل يا مقتول. ترك الذئب النعجة وأقعى، يعني جلس كده على رديه الأخرتين ونصب الأماميتين، قال بلسان عربي فصيح: يا أهبان، أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ أهبان أسقط في يده، نظر يمنة ويسرى ينظر من المتكلم. يقول له الذئب: أنا أكلمك. يقول: عجبا، ذئب يتكلم؟ هذا ما رواه الإمام مسلم. ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب منه، أعجب من كلامي، نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن آمنت به دخلت الجنة. عاد أهبان إلى المدينة: هل بيننا نبي وأنا لا أعرف؟ قالوا: يا أهبان، أنت رجل دائما في البرية وفي البر مع الراعي، لقد هاجر محمد بن عبد الله نبي الأميين من مكة إلى يثرب وهو يبشر الناس بالجنة والآخرة. فلما قال أهبان: دلوني عليه، دخل أهبان على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال له مبتسما: ماذا قال الذئب لك يا أهبان؟ فشهد أهبان لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. الذئب يعرف مقام رسول الله ومكانه ومكانته. وكثير منا يعرف عن الفريق الكروي الفلاني ما لا يعرف عن أبي ذر الغفاري، ولا عن خالد رضي الله عنه، ولا عن القعقاع بن عمرو، ولا على نسيبة أم حرام بنت ملحان، ولا سبحان الله. فانظر إلى الفرق بين الذئب وبين مدعي الإسلام. الديك لا تضيع عليه أبدا صلاة الفجر، بل هو مؤذنه، هو مؤذن الفجر، لا يأتي الفجر والديك نائم. كم مليون من المليار ونصف يأتي عليه الفجر دون رمضان؟ طبعا رمضان حالة استثنائية وعباده حالة استثنائية، وإن كنا من أهل الدنيا سوف يغلق ملف رمضان ويعود النوم اللا ركع واللا سجود إلى أسرته مرة أخرى ليغط في نوم عميق، وتغط الأمة في نوم عميق مرة أخرى، وننتظر بهذا أن نضع قدما على قدم وننتظر جن سليمان أن يأتي لنا بعرش بلقيس دون عمل ودون جهد، رغم أنه في بدر تعب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي أحد شج وجهه وكسرت رواعيته، وفي حنين تفرق الناس عنه حتى ما أصبح حوله إلا عشرة، ووقع في حفرة يوم أحد قال: ماذا يقول قوم شج وجه نبيهم وكثروا ثنية، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المهم
الديك اذا رأى بعضا من الحب وهو يكاد يموت جوعا ينادي بقية القطيع من الدجاج، لانه قيم عليهم، لانه ولي امرهم لا يجيعهم، وانما ينادي عليهم كان يطعم الجميع. سبحان الله، هل انت وانت قيم في البيت جئت بلباس جميل لك، هل جئت بمثله او باقل منه لزوجتك؟ ام انت كريم على نفسك بخيل على اهلك؟ خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم لماذا يتصنع الواحد منا خارج بيته ولا يتصنع لزوجته واهله؟ لماذا؟ لان التصنع خارج البيت امر دنيوي، انافق هذا وانحني لهذا، واقول في هذا قصيدة وفي هذا كلام طيب، واكون لطيفا مع زميلتي في العمل. اما اذا عاد هذا الزوج الى بيته خزن تقطيب الوجه واللفظ السيء واساءة المعاملة لزوجتي، مع ان حسن المعاملة في البيت امر اخروي والنفاق الاجتماعي امر دنيوي. يعني حسن المعاملة مع الزوج امر ديني امر اخروي، والنفاق الاجتماعي الخارجي الذي نتصف به اغلبنا الا من رحم ربي ده عبارة عن سبحان الله شيء دنيوي لا قيمة له. انا لا اقول لك اسيء معاملة الناس انما الدين المعاملة، لكن اقول لك انظر الى فقه الموازنات وفقه الاولويات، فلا يكن الديك اكيس منك، لا تضيع عليه صلاة الفجر ويشعر بالرعاية للجميع. سبحان الله، الانسان المسلم واضح المعالم. الحيتان في البحر لا نعرف عنها الا انها تبتلع الاسماك والى اخره. الحيتان، ان ملائكة السماء والارض وسكان السماوات وسكان الارض حتى الحيتان في بحرها والحشرات في جحورها لتصلي على معلم الناس الخير من امة محمد. يعني تستغفر الحيتان لاهل العلم، والبشر من المسلمين ليس عندهم عداوات الا للعلماء، نصغر من شانهم نحقر من شانهم نغتابهم نخوض فيهم نسفه فتاواهم نقلل من حجمهم. سبحان الله، انظر الحوت افضل ام بقية الناس الذين سبحان الله يقللون من حجم هؤلاء. انظر الى الجانب الاخر من السوء، الحية. الحية اذا وجدت حية اخرى اعدت مسكنا لها تستولي عليه وتأخذه، كما استولى بعضنا على اموال اخواته واخوته في الميراث واغتصب مالا من المال العام للدولة، او اختلس او اخذ سبحان الله شيئا ليس من حقه، او كذب في اجراءات معينة فاخذ بذلك سبحان الله ما لا يحق له، فهو كالحية. ثم ماذا تصنع الحية اذا شربت من اللبن وارتوت وشبعت؟ مجت سمها في بقية اللبن حتى ان جاء بعدها يشرب فيموت. كثير من الناس يفعلون فعل الحيات. الانسان افضل ام الهدهد؟ الهدهد ذهب الى سبأ وجاء بادب جم وقال لسليمان هذا الملك الرسول الغني صاحب الجاه العريض: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. بالله عليك لو الهدهد عاش الى ان رأى غاندي مثلا، هذا الذي صدعوا رؤوسنا به على مر السنوات والعقود الماضية، ورآه يعبد البقرة، ماذا كان يقول الهدهد؟ عاب الهدهد على بلقيس وقومها انهم يسجدون للشمس، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ سبحان الله. فمن اكيس، عباد البقر والنار وعباد الشهوات؟ هناك في احد البلاد متحف كبير كله رخام ابيض، وتقدم القرابين للالهه داخل المتحف. ما هذه القرابين؟ فئران، مجموعه فئران تقدم. فمن اكيس، الانسان في تدنيه ام الهدهد في ترقيه؟
حتى قيل لابن قيم الجوزية لما اختلف في بعض الفتاوى مع ابن تيمية، ابن تيمية